يوم من الايام يمشي بالمدينة تلقاه واحد قال له انت البقرة؟ قال الامام سلام الله عليه يسمونني باقر العلم. كل الناس يسموني باقر العلم. قال له انت ابن الطباخة؟ قال له تلك حرفتها. وعيب المرة تطبخ شغلها بالبيت شنو تغسل الملابس وتطبخها، هاي تلك حرفتها. ابي بس. قال له انت ابن البذية؟ البذية يعني العدل شان طويل تشتم رايح وجاي. ها؟ قال له ان كنت صادقا غفر الله لامي، وان كنت كاذبا غفر الله لك. مع العلم ام الامام الباقر سلام الله عليه من المتبتلات العابدات. أمه بنت عمه الحسن فاطمة. زين، فقال لي إن كنت صادقا غفر الله لأمي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. وقف هذا طويل، قال لي شوف والله الذي لا إله إلا هو ما أوقفتك استهانة بك، أنا ما وقفتك الدستهين بخدرك، بس انا ما اخذتني التربية، انا شامي وما اخذتني التربية الاغاليط يعني ما اخذتني الدعاية ما ضدكم، ما اخذتني الاخبار تصوير لكم، اردت ان اختبر اخلاقك، وجدتها اخلاق اهل الدين وشيمة اهل الدين، اشهد انكم حجج الله على خلقه.